تنضم إلينا من باريس بلقيس النحاس مراسلة الغد. بلقيس، إذا باريس تدعو إلى الحوار بين المغرب والجزائر، هل يعني صرحت بطبيعة هذه الدعوة إذا ما كانت ستقوم ربما بوساطة؟ نعم كوثر، يعني للتو بالفعل كان المتحدث باسم الخارجية الفرنسية كان قد أطلق في بيان أو تحدث أنه يجب أن يكون هنالك حوار بين الدولتين المغرب والجزائر، وأن هذه الدعوة إلى القطيعة يجب أن لا تستمر، يجب أن الطرفين أن يلجأ إلى الحوار لعدم زعزعة الاستقرار في المنطقة المغاربية. يعني يذكر يعني كوثر أن هذه العلاقات خاصة فرنسا لها علاقات وطيدة مع كل من الجزائر والمغرب، وبالتالي فإن الحوار أو دعوة باريس للحوار ليست مستغربة، خاصة بأنها يعني وساطة كانت في بعض الأحيان، ومن ثم سوف تكون الآن يعني بعدما دعا البارحة وزير الخارجية الجزائري لقطع العلاقات مع دولة المغرب، وبالتالي فإن فرنسا اليوم بدورها تدعو للحوار، للجوء إلى الحوار، إن كان هنالك خلافات سوف حل عن طريق الحوار، وبالتالي فهنالك الآن يعني دعوة من جميع الأطراف لأن يكون التفاهم هو الحل وليس القطيعة، خاصة أنهما بلدين متجاوران في منطقة يعني يسودها الاستقرار نسبيا، فهكذا قطيعة من الممكن أن تؤجج بعض المشاكل في المنطقة المغاربية، وهذا ما يخشاه أيضا الطرف الفرنسي جانب الفرنسي، وبالتالي كان هذا البيان من المتحدث باسم وزارة الخارجية بأنه يجب أن يكون هنالك حوار بين الطرفين، إضافة إلى ذلك أن فرنسا هي يعني أيضا شريكة. نعم. بين هاتين الدولتين وستكون لها دور في هذا كوثر. طب ماذا عن الإعلام الفرنسي؟ هل يتابع يعني مستجدات هذا الملف وهذا الخلاف والآن وباريس تدعو إلى الحوار بين المغرب والجزائر؟ يعني كوثر، هو يعني إعلان القطيعة هو لم يتم غير البارحة مساء، إضافة إلى ذلك التصريح الذي صدر من وزارة الخارجية هو فقط منذ قليل، وبالتالي فإن الصحافة الفرنسية لم تتداول بعد الدور الفرنسي بشكل رسمي كيف سيكون هذه الوساطة على أي شكل، ولكن نعم. بالطبع الصحف، يعني نحن نتكلم عن جالية كبيرة جزائرية ومغربية موجودة هنا، وبالتالي فهنالك العديد من بعض الآراء أيضا من المواطنون هنا الفرنسيون من أصول جزائرية ومغربية، ولكن الصحافة الفرنسية تداولت ما حدث مؤخرا من قضية نعم. بيجاسوس، من قضية أيضا حرائق الغابات في الجزائر، يعني كانت قد تصدرت قضية الحرائق التي تمت في الدول صحيح. هذه بأولى نعم بأولى الجرائد. يعني بلقيس النحاس مراسلة الغد كنت معنا من باريس، شكرا جزيلا لك.